ما شفتش حد مشي ورا شعور حرام وتهنى. ما شفتش حد خرب بيت مثلا خطف واحدة من جوزها خلاهم يتطلقوا ويتجوزها وكملوا مع بعض، أو سخنت واحد إن هو يطلق مراته ويخرب البيت وبعدين يتجوزها وكملوا مع بعض. بيحصل شيء من انهدام الثقة والأمان جوه. ده باع أهل بيته عشانك، ولا دي باعت جوزها وعيلها عشانك، هتبقى إزاي أمينة معاك؟ علشان كده برضو بفكر الشباب الصغيرين والبنات، لما تكون في بنت عاملة حساب لأبوها وأمها وإخواتها واللي ربها قبلهم ولسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وترفض الدخول في علاقات صحوبية في المدرسة ولا في الجامعة مادام هي علاقات مش رسمية قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام أهلها، البنت دي تتقل بالذهب دنيا وآخر. دي اللي تصبر عشانها، ودي اللي بجد تعمل مجهود عشان تستحقها. نفس الكلام الشاب اللي صابر اللي بيجاهد نفسه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاهدوا في الله حق جهاده. العلماء قالوا جهاد النفس هو حق الجهاد. الشاب اللي صابر ومش عايز يخش في علاقة حرام رغم الوفرة اللي موجودة في المجتمع عنده، لكنه يعمل اعتبار لله ورسوله. الشاب ده مؤيد ومعامل ربنا. المعاني دي هي أفكار تطرد المشاعر الحرام. حاول تسمع الكلام ده تاني وترتبه كده، ولما يهجم عليك شعور حرام افتكر إن ربنا يؤيد الخير ولا يؤيد الأذى.